اهلا بكم من جديد. زي ما وعدناكم امبارح بنتكلم عن ردود فعل منتدى شباب العالم المنعقد حاليا بشرم الشيخ عالميا وداخليا. الحقيقه ان وجود شاب ياباني ويتحدثوا عن وجود ازمه للشباب بداخل اليابان رغم التقدم الهائل الموجود في اليابان يجعلنا نشعر بانه لابد من مناقشه الازمات اللي من الممكن ان يمر بيها الشباب المصري، وان ده مش عيب ابدا ان احنا عندنا ازمات بس نناقشها ونحلها. يعني اليابان بدوله كبيره جدا كده عندها ازمات وبتحلها مع الشباب. احنا امبارح كان عندنا ردود فعل من اليابان، وكان معانا الزميله الصحفيه ريم الشاذلي وتحدثت معنا على الهواء مباشره الحقيقه، وكان في ردود فعل وبدات تنقل مننا بقى من برنامج مانشيت الصحف، بدات تنقل الكلام اللي بيتقال هنا. احنا بننقل ازاي وردود الفعل العالميه دي موجوده ازاي، وازاي ممكن احنا نكون لسان حال من خلال طبعا زمايلنا الصحفيين المصريين الوطنيين اللي موجودين بره اللي بيكونوا هما سفراء لمصر بالخارج. معانا دلوقتي الزميله الصحفيه سحر رمزي رئيس تحرير صحيفه اوروبا اليوم، وطبعا سحر هي احد المكرمات في المؤتمر الكبير اللي انعقد هنا مصر تستطيع بالتاء المربوطه، زميله صحفيه هي لسان مصر بالخارج وتحدثنا الان من هولندا. اهلا يا سحر. اهلا بحضرتك. اهلا يا رامي، ازيك؟ سحر قولي لي، هي ردود فعل منتدى الشباب العالم عندكم في هولندا وخاصه ان انت رئيس تحرير صحيفه اوروبا اليوم، ايه اللي ممكن يكون بيتكتب عن هذا المنتدى، وهل فعلا في ردود بترصد له قبل انعقاده وحاليا؟ في الحقيقه بالنسبه للمؤتمر انا عايزه اقول لك احنا لو اتكلمنا يعني على الجاليات العربيه وردود الافعال العربيه والمصريه شيء في انبهار كبير جدا. أنا بقابل أساتذة جامعات بيتكلموا عن الرئيس يعني اللي بجد بيغير مصر بشكل وطفرة كبيرة. إحنا دلوقتي في عام 2017 عام المرأة، عام الشباب، يعني منتدى يضم أكثر من 3000 شاب. إن إحنا نسمع رئيس يجالس الشباب يتكلم على مشاكلهم على الهواء مباشرة بمنتهى التواضع، بيقول لهم إحنا مشاكلنا كذا وإحنا بنحلها كذا، عارفين نسبة البطالة علما بان البطاله موجوده في العالم كله، ولكن احنا عارفين مشاكلنا، عارفين التعدد السكاني، عارفين كل اللي احنا بنعاني منه، واحنا في طريقنا بنحل على قد ما بنقدر على قد امكانياتنا. كل ده بيبهر العالم. طبيعي ان احنا عندنا منظمات زي المنظمات اللي بتتكلم عن حقوق الانسان والناس اللي هي عايزه تضرب مصر، ولكن انا بقول رد فعلهم السلبي دليل على نجاح المؤتمر بشكل كبير. لا شك ان جميع دول العالم بتعترف ان مصر بتتغير، ان الشباب بيعمل بصمه كبيره، بان في دوله بتدعم الشباب، بتنظم مؤتمر رئيس الدوله بيحضره، رؤساء لدول بيحضروه، اكثر من 3000 شاب بيحضروا كلهم من مختلف دول العالم، بيقفوا خلف مع بعض، بيتبادلوا الخبرات، في تمكين للشباب علشان هم المستقبل، هيبقوا يخترقوا المجالات المختلفه سواء السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه. احنا دلوقتي بنقول نواة المستقبل، مصر بتتبنى اكبر مشروع، فاكيد ان احنا هيبقى في منافسات وفي يعني لا شك اهتمام سلبي وايجابي بالمؤتمر، بيتفرد له وبيتكلموا عليه كتير، ولكن في اساتذه جامعات وناس ليهم خبره وذو شان كبير في مختلف المجالات بيقولوا مصر بالفعل بتتقدم بشكل كبير. مصر بعد التغيير انتهى الاصلاحات الاقتصاديه اللي عملتها بانها طيب سحر، انت قلت لي قبل كده ان لما بيكون في حدث مهم جدا في مصر بيكون في اعلانات مضاده بتكون في بعض الصحف العالميه، وده حصل لما كان الرئيس موجود في فرنسا، وده حصل لما كان عندنا مؤتمرات مهمه جدا. فقلت لي ان منتدى الشباب برضو بيحصل ان في بعض الاعلانات المدفوعه في بعض الصحف للدعاية السلبية لكل ما يرمز لمصر بالخير، ده حصل عندك دلوقتي؟ يعني درستي حاجة حصلت في هولندا نموذج كده؟ لا شك. لا شك لا شك، احنا عارفين كويس قوي وعارفين المصادر اللي بتقال، لان الكلام مقرر في جميع وكالات الانباء اللي هي بتعمل ضد مصر. نفس الكلام بنفس ان هم بيذهبوا الى اماكن معينة على الفيسبوك، بيبقوا عارفين ايه الاماكن، ايه الهاشتاج اللي هيكون ضد مصر عشان يتبنوه ويقولوا دي التوجيهات. الاخوان المسلمين في كل مكان في العالم ولا يخفى على احد انهم عايزين يوصلوا رساله سلبيه على مصر، وملف حقوق الانسان الناس خلاص بطلت تسمع ليه لان شايفه ان البلد بتتصلح، شايفه في انجازات، شايفه العاصمه الجديده، شايفه حركه بناء، في بنيه تحتيه بتتعمل، في تغيير في الصحه، يعني في مشروعات التغيير في الصحه لتغيير في التعليم،
يبقى انا هسمع لملف انتهاك حقوق الانسان، واحنا شايفين لما كل بلاد العالم بتضرب بتحصل فيها تغيرات شكلها ايه. يعني احنا لمسنا ده وشفناه وشفنا رؤساء العالم لما بيطلعوا بيتكلموا. يعني ما ترامب لما قال لك ان استهدف العمل الارهابي عمليه الدهس قال ايه؟ قال لك ان انا بطلب اعدامه. ما فيش رئيس الولايات المتحده الامريكيه قبل كده قال الكلمه دي. ولكن الناس لما بيوصل الارهاب ولما بتوصل البلد بتتهدد امنها بتخرج تصريحات، التصريحات دي لانها بتحمي ملايين من الناس فلازم التصريحات بتكون قويه. واي كلام هنا ما بقاش يعمل صد عند الجاليات المصريه في اي مكان في العالم، الكل عارف مصر قويه وبلد امنه، وطبعا كل باصص على ان في اكيد هيبقى في نعم. استفادة من ناحية سياسية، نعم، من ناحية سياحية. وصلت الصورة، بشكرك شكرا جزيلا سحر رمزي رئيس تحرير صحيفة أوروبا اليوم تتحدث إلينا من هولندا. وباختصار كده أن كل ما هو دعاية سلبية لمصر هي دعاية مدفوعة، تاخدوا بالكم ده إعلانات وليس إعلام حقيقي، إنما ما يكتب بالخير أو محايد ده هو الإعلام الحقيقي أو الصحافة اللي هي بتبقى مكتوبة، فناخد بالنا من الفرق بين الاثنين.